مرحبا انا سيدي دكتور زيان بن عيسى رئيس المركز الدولي للدعم النفسي تكوين اللغات والاستشارات. هذا المركز الذي احدث من اجل اهتمام بالصحه النفسيه للطفل المراهق والكبير من اجل تسليط الضوء على الواقع الداخلي للناس ومن اجل محاوله مساعدتهم على اولا فهم الثقافة السيكولوجية والثقافة النفسية وتزويدهم بعدة تقنيات وميكانيزمات وآليات من أجل تطوير الذات، من أجل أيضا خدمة الصحة النفسية، من أجل أيضا اكتساب عدة مهارات اجتماعية ومهارات نفسية للنجاح في العمل، للنجاح في التفاعل مع الذات، وللنجاح في التواصل والتفاعل مع الآخرين. هذه الندوة التي نحن بصدد تحليلها اليوم تسلط الضوء على موضوع جد مهم اللي هو موضوع الإدمان. مدمان خصوصا في شقه الإلكتروني، هذا الإدمان الذي أحدث خسائر كبيرة خصوصا للشباب ديالنا الذي أضحى عبدا لهذه المادة اللي هي الانترنت والألعاب أيضا لي جو. وهذه الألعاب كاين الألعاب من أجل الربح أو الألعاب أيضا من أجل الرفاهية، وكاين الألعاب فيديو وكاين الألعاب أونليني ما نعرف أونلينيوي. دونك جميع هذا الإدمان على التلفاز أيضا أو على الشاشة، والإدمان على أيضا على الحاسوب، الإدمان أيضا على العمل. حاليا نتحدث عن الوركاهوليمز وهو الإدمان على العمل، وهو إدمان صعب لأن الإدمان هو نوع من العبودية، نوع من الاعتماد المطلق على مادة معينة اللي هي الانترنت أو العالم الافتراضي. هذا الاعتماد هو اعتماد قهري أوبسيسيونيل قهري يفرض بطريقة غريبة على المستعمل أن يلجأ إليه، لذلك سمي إدمانا أو اعتمادا لا ديبوندونس. هذا الإدمان عنده أسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية، أسباب أيضا أسرية، أسباب أيضا تواصلية وتفاعلية، ولكن عنده نتائج كارثية. الإدمان عنده ولا حاليا حسب منظمة الصحة العالمية شبح مخيف قاتل يؤدي إلى الفشل الذريع. وهذا الإدمان كنقترحوا بعض الحلول، أن نربي شبابنا على حب الرياضة، أن نربي شبابنا على ثقة بالنفس وعلى تقدير الذات، أن نربي شبابنا على أيضا إعطاء بعض الأسئلة من أجل فهم ما يفعل. فإذا كنت مدمن تسأل ماذا استفدت من هذا الانترنت، ما هي نقاط الاستفادة، ثم ماذا تخسر. يجب أيضا محاولة تقاسم هذا الهم ديالك اللي هو الإدمان مع الآخرين. يجب طلب حل، يجب طلب المساعدة من أجل الوصول إلى حل. تبارك الله عليك.